ثم أما بعد، أيها الفضلاء، أيها الإخوة، نلتقي اليوم بحول الله عز وجل حول مفهوم جديد من مفاهيم القرآن الكريم، ألا وهو أدب السؤال. المؤمن يسأل عن دينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مطالب كل مؤمن أن يسأل عن دينه، لأن الدين به يتعلق مصير الإنسان في الوجود، ولأن الدين إنما به يكون الإنسان إنسانا بالمعنى التكليفي للكلمة، بمعنى الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. بهذا المعنى إذن يكون الإنسان مكلفا بأن يسأل عن دينه. ومعنى السؤال عن الدين أقصد المعنى الحكمة، معنى ذلك أن الإنسان يريد أن يعبد الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه فلا يمكن إذن أن يكون السؤال إلا سؤال عبادة وليس سؤال استكبار. أي إذا كنت تسأل عن دين، تسأل شخصا عالما أو تسأل كتابا تقرأه وتبحث بين صفحاته عن معنى من معاني التدين، إن كنت تفعل ذلك قصد العبادة فلا يكون سؤالك في حد ذاته إلا عبادة. وإذا كان السؤال عبادة فمن أول مقتضياته أن يكون مبنيا على ذلة وخضوع وخشوع. يعني الإنسان إذا كان كيسول على الدين دير وكيسول باش يعبد الله عز وجل، فهذاك السؤال بنفسه هو عبادة لأنه يسأل عن العبادة. ولكن إذا كان هذا السؤال هو عبادة فطبيعة هذا السؤال خص يكون مبني على قلب خاشع خاضع ذليل لله الواحد القهار. أما إذا كان السائل يسأل وهو مستكبر أو يريد أن يحصل من المسؤول أو يحصل عليه عجزا أو يريد أن يمتحنه ليس إلا، فلا يكون هذا السؤال سؤال عبادة لأنه ليس سؤالا مبنيا على معنى الخشوع والخضوع والذلة الحاصلة في القلب إذ يعبد العبد ربه، لأن العبد لا يكون عبدا إلا بذلة. لماذا ذكرنا كل هذا؟ لأنه مهم جدا فعلا في حياتنا، بل لأن مصير حياتنا متعلق به. ولا ينبغي أن نفهم فقط أن السؤال هو بالمعنى الضيق للكلمة، يعني فقط حينما تسأل ما حكم الشرع في كذا، لا، ليس هذا فقط، هذا وغيره. كل بحث عن حقيقة الدين، أي بحث عن حقيقة الدين كتقلب باش تعرف على الدين، متعطش لمعرفة أحكام الله، لمعرفة الطريق التي تسلك بك إلى الله عز وجل. كل هذه المعاني ينبغي أن تحصل من قلب خاشع خاضع متذلل متقرب بذلك إلى الله العلي القدير سبحانه وتعالى. وهذا خلق قرآني وخلق سني، ونقرأ من كتاب الله عز وجل آيات نستفيد منها معنى بالمفهوم المخالف، ثم نسرد بعد ذلك ما يؤيد هذا المعنى ويقويه حتى يتأدب العبد في مقام العبودية بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولا وصول إلا لمتأدب بين يدي الله. اللي غادي في طريق الله تعالى وما يتأدبش مع الله تعالى ما يوصلش نهائيا. لابد من تحصيل نوع رفيع من الآداب، وهذه منزلة من المنازل الإيمانية، منزلة الأدب. خص الإنسان يحصل معنى الأدب مع الله عز وجل، نتعلمون تأدبوا مع رب الكون سبحانه وتعالى. مقام العبادة يقتضي منا نحن العباد ونحن العبيد أن نتذكر أننا بين يدي المعبود سبحانه وتعالى، بين يدي الرب القاهر فوق عباده، الذي سبحانه وتعالى يسأل ولا يسأل، الذي يبصر سبحانه وتعالى ولا يبصر سبحانه وتعالى، لا يحيط بذاته وصف ولا يحيط بذاته سبحانه وتعالى شيء، بل هو محيط بكل شيء سبحانه عز وجل. من الآيات التي نسردها اليوم القصة التي وقعت في سورة البقرة، والتي من أجلها سميت البقرة بالبقرة. تعرفون سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم، أكبر سورة في القرآن الكريم سورة البقرة، وفيها أحكام كثيرة في العقائد وفي التشريع، وفيها تفاصيل عن أشياء كثيرة، ربما بعض الأشياء التي فصل فيها من مثل مثلا قضايا الطلاق والزواج
والرضاع تم تفصيل فيها أكثر بكثير مما فصل في قصة البقرة. قصة البقرة ذكرت في سورة البقرة في أقل من ثمن من القرآن الكريم، وذلك بدءا بقوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه قصة البقرة، هذا الشيء اللي كاين في قضية البقرة. ومع ذلك سمى الله الصورة كلها سورة البقرة، لماذا؟ أسماء الصور في القرآن الكريم ماشي عبث، وليست من فعل الصحابة ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه، بل هو وحي يوحى. يعني أسماء الصور ديال القرآن توقيفية، أمور أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام بما سماها به الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك أو ينقص إلا ما ورد به الدليل من كتاب أو سنة. طيب، سر من أسرار التسمية، يعني من بعض الحكم باش الله عز وجل سمى سورة البقرة بالبقرة، رغم أن القصة قلنا ديال البقرة قصيرة جدا، آيات قلائل من ما قرأت عليكم الآن. هذا المعنى شامل لكل الصورة، المعنى المقصود من قصة البقرة موجود في الصورة من أولها إلى آخرها، وهذا المعنى متعلق بمفهوم مزدوج، يعني واحد المعنى في جزئيات. أما الجهة الأولى فأدب السؤال، أدب السؤال طريقة تعلم الدين، وأما الجهة الثانية فهي السمع والطاعة لرب العالمين في أمره ونهيه، وهذان المعنيان كل ما يتعلق بالطريق إلى الله عز وجل مجموع فيهما، يعني قاعدك الشيء اللي تحتاج ليه في الطريق دي الله عز وجل كاين في هذه المعاني بجوج، وهما يرجعان إلى معنى واحد وهو معنى العبودية، معنى دي الأدب دي السؤال لله عز وجل، والمعنى دي السمع والطاعة كيخضعوا لمعنى واحد شامل وهو معنى الخضوع لله، معنى العبودية للواحد القهار سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فأول شيء ينبغي ويجب على المؤمن أن يعلمه في السؤال أن السؤال نوعان، السؤال فيه جزء الأنواع، سؤال يتقرب به العبد إلى الله، كاين واحد نوع ديال الأسئلة فيها أجر، عندك أجر أنك تسول، وكاين واحد نوع ديال الأسئلة فيها وزر ولا تقرب إلى الله بل تبعد عن الله وتبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما السؤال الذي يقرب من الله عز وجل قلت قبل هو ما كان سؤال عبودية وسؤال خضوع وخشوع، أما السؤال الذي يبعد والعياذ بالله عن الله فما كان مبنيا على استكبار وما كان مبنيا على قصد التعجيز. ولذلك وجدنا في هذه القصة التي خلاصتها أن بني إسرائيل قتلوا بعضهم يهود في زمان موسى عليه السلام، وقعت بينتهم واحد الجريمة، صبحوا واحد النار لقى واحد مقتول بينهم، فاتهم بعضهم بعضا وكادت حرب أهلية أن تقوم بين حيين عظيمين من أحيائهم، جوج فخاد من القبائل ديال بني إسرائيل بغوا يتقتلوا بينتهم لأن بعضهم اتهم الآخر بأنه هو القاتل، فجاءوا إلى موسى يطلبون منه أن يعرفهم بالمجرم، وهذا أول خطأ، لأن السؤال في الدين إنما ينبغي أن يقع
على ما يجب على العبد أن يعبد به الله، وليس على ما وكل للعبد أن يبحثه ويجتهد فيه. هذا السؤال واضح من البداية أن سؤال غيب، ثم سؤال غيب عن مسألة هم المسؤولون عنها، هم قتلوه وكيسولوش كل قتله. طيب لنفرض أن الأمر قد وقع فعلا على أصل سليم، أي أنهم كان خصهم يسولوا موسى وقد سألوا فعلا وأجابهم بعدما وقع ما وقع من شروط، فإذا مات موسى من يجيبهم بعد ذلك على مثل هذه النازلة؟ هذه نازلة قضية كيتعلق فيها طلب الوحي ينزل فيها، فإذا مات موسى من يجيبهم بعد ذلك؟ من هنا كان التشريع الإسلامي خاصة لا يجيب عن مثل هذا، وكان من سوء الأدب أن يبحث الإنسان عن أمور هو الذي ينبغي أن يجتهد في البحث فيها أن يسأل فيها القرآن أو السنة. وغادي نعطيكم أمثلة حتى تتضح المقال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يسأل عن مثل هذا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم وعلى رأسهم بنو إسرائيل. كانوا كثير يسولوا موسى، يسولوه 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 حتى هلكوا بكثرة السؤال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مثل هذه الأسئلة. ومرة جاءه أعرابي وقال: يا رسول الله أين ناقتي؟ جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فين هي الناقة ديالي؟ سبحان الله، هو اللي وضرها لك، انت جليتها، سير قلب عليها. فإذا ما يتعلق بجهد العبد، الشغل ديالك انت سير ديره وابحث واسأل الله الهداية، ودير التحريات المادية لتجد ناقتك. اليوم يجيبك محمد عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ما يتوفاه الله شكون اللي تلقاه تقول له أين ناقتي؟ إذا بقوا الناس كل واحد يسول على أمور خاصة التي لا علاقة لها بالعبادة المحضة، فعمر الحضارة والمدنية ما تقوم للإنسان إطلاقا، ويحصل التواكل بين الناس. اللي بغى يأكل في يلقى المكلة، اللي بغى المال في يلقى المال. مثل هذه الأسئلة لا يجوز أن يبحثها الإنسان، ولذلك من الخمول والكسل أن الإنسان يسأل من لا ينبغي أن يسأل في مثل هذا. ولذلك سبحان الله تلقى هذوك الإنسان اللي يمشيوا للكهان والصحراء باش يجبدوا الكنز، أول طبيعة فيهم هو أنهم كسالى، ما فيه ما يخدم ولا يردم، وهذا مناف ومخالف للشريعة، لأن خصو يمشي يخدم، خصو يمشي يتحرك ويعبد الله عز وجل بالعمل، ومثل هذا لا يسأل عنه ولا ينبغي أن يسأل نبي ولا عالم عن مثل هذا. فلذلك إذن غضب النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن مثل هذه الأسئلة. واحد النهار النبي صلى الله عليه وسلم سولوه بحال هذه الأسئلة وغضب وصعد المنبر وحمرت عيناه وغضب غضبا شديدا، وصفه الصحابة قالوا: ما رأيناه أشد غضبا منه في ذلك اليوم. وأكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: سلوني، وقف فوق المنبر ويقول: سلوني، سولوا دابا، سولوا، سلوني، سلوني. فقام رجل وقال: من أبي يا رسول الله؟ قال له: شكون أبا؟ قال له: أبوك حذافة. وكان أباه فعلا، يعني إلا بغيتوا غير الأسئلة سولوا. وكان هذا الأمر سلوني أمر تهديد، لأنه حينئذ عليه الصلاة والسلام أوري النار والعياذ بالله بهذا الحائط، أو كما قال كان يشوف النار والعياذ بالله جهنم عن ظهر الغيب، الله عز وجل وراه العذاب ديالها الشديد وراه الأشكال ديالها، فصار ينذر حينئذ أكثر مما يبشر. فبدأ الصحابة يستعطفون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هدأ وقال لهم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. اللي تلفت ليه الناقة ديالو يقول لي أين ناقتي؟ إنما ينبغي أن يسأل عن علم ينفع في الطريق إلى الله عز وجل، ومثل هذا واجب السؤال عنه. ولذلك قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سول على مولانا، ما تسولش على الناقة ديالك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
عن مثل هذا يسأل سبحانه، ويسأل رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسأل العلماء بعد إلى يوم القيامة. وسؤال في مثل ذلك أي عن الله وعما يقرب عن الله سؤال فيه عبادة، لأن السائل لا يكون إلا خاضعا لله، خاشعا له، متأدبا بين يديه سبحانه وتعالى. من هنا إذن كان سؤال بني إسرائيل سؤالا خطأ، قتل واحد خصهم يديروا التحريات القضائية في البحث عن المجرم. ولذلك قال علماء الإسلام بعده لا يقضي القاضي بعلمه، القاضي ما يقضيش بذلك الشيء اللي عارفه هو. مش معنى هذا الكلام؟ يعني خصو يقضي يحكم بالدليل القاطع المادي الخارج عن ذاته. لو أنه قاضي من القضاة دايز في الطريق وشاف واحد مجرم كيدير الجريمة بعينه ولكن ما عنده شهود ما يحكمش عليه، تا هو خصو يجيب الشهود. لا يقضي القاضي بعلمه، والدليل على ذلك لو أنه مثلا رأى زانيين يزنيان لا يجوز له أن يوقع الحد عليهما حتى يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يأتي بأربعة شهداء حد هو حد القذف، وإلا إذا تفتح القاضي يحكي بعلمه ويحكم بعلمه كاع القضاة كل واحد يخممها كيبغاها ويجي يقول لك أجي لهنا ويحكم عليك بعلمه، لا يجوز. القاضي محايد خارج من القضاء، خارج من عناصر الاستدلال ومن عناصر الإدانة، خصو الأدلة تكون موضوعية ماشي ذاتية كتتعلق به هو، شهود يكونوا خارج الذات دياله وتكون عنده الأدلة متوافرة من اعتراف أو غيره من الأدلة المادية القطعية التي يمكن، يعني يمكن يجي قاضي آخر ويبني عليها هي النيت وتخرج له النتيجة نفسها. فمثل هذا قضاء. إذا كان المعنى هو هذا وتبين فعلا كما هو في حد الزنا أنه خص شروط موضوعية للحكم في الجرائم، فلا ينبغي في جريمة أن نلجأ إلى سؤال من ليس مسؤولا عنه، قتلوا قتيلا هم أولى بالبحث والتحري. فأول سؤال كان سؤال غلط من اللي مشاو لموسى كيقولوا له شكون من القاتل. طيب لما قالوا وبنو إسرائيل كانت فيهم عجائب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قالوا ما قالوا قبل الله عز وجل طلب موسى، لأن موسى عليه السلام طلب من الله باش يوريه شكون القاتل، فقبل الله دعاءه ولكن بشرط، ما دام أنه طلبوا ما لا ينبغي أن يطلب، طلبوا الحاجة اللي ما خصوش يطلبوها، قل لهم يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماشي غير قاعد حتى عيا وقال لهم ذبحوا بقرة، لا ذبحوا بقرة لأن طلبتوا واحد الحقيقة ماشي من حقكم تطلبوها، هذا غيب ويسأل عنه موسى غدا يموت موسى، شكون اللي يعطيكم بحال هذه الحقيقة؟ إذن خصكم تخدموا الاجتهاد وتحقيق مناط الأحكام فيما يتعلق بنوازلكم، ما تكونوش كسالة في العقول ديالكم وتبقوا تسنوا الوحي ينزل في كل شيء، بل الوحي إنما نزل بأصول المسائل وبما لا يمكن للعقل أن يصل إليه. طيب إذا كان الأمر هكذا فقد أجاب الله عز وجل بأمرهم أن يذبحوا بقرة، وكان يمكن أن يمتثل الأمر، كان ممكن يطبقوا الأمر ديال الله تعالى بالعبادة، ذبحوا بقرة ذبحوا بقرة، ولكنهم قالوا تعنتا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي. الأمر الوارد من الله عز وجل يسمى لدى علماء الإسلام بالمطلق، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني مطلقة بقرة كما كانت، هذا المعنى ديالها، لأنها مفرد نكرة فهو مطلق، أي بقرة ذبحت أجزأت كما بغت تكون، كبيرة صغيرة شارفة مريضة صحيحة والدة ما والداش كلها بقرة، اذبحوا بقرة. ولكن هما يهود منذ الزمان القديم إلى الآن كيخصهم يمحنوا موسى، هذه الطبيعة ديالهم، ما يقبلوا ما يخضعوا حتى يمحنوا هذاك اللي بغي يكلفهم، لأن النفسية اليهودية نفسية استكبارية استعلائية ماشي نفسية ديال العباد الخشع الخضع إطلاقا، هذه النفسية ما امتلكوها قط في التاريخ إلى اليوم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب الله عز وجل عليم بأنهم تعنتوا وازدادوا تعنتا، أولا السؤال في الأصل دياله غلط، لما جاء الأمر بذبح البقرة زادوا سؤال غلط وصيغته كلها سوء أدب، قالوا ادعوا لنا ربك، زعما هما ماشي ربهم، ربك أنت بوحدك، هادو دابا شكون هما؟ هادو المؤمنين ديالهم راه ماشي الكفار، هادو الذين آمنوا بموسى، يا حسرة
الله عز وجل قبل أمر موسى بأن يختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا. الله عز وجل يعني في قضية من القضايا أوحى إلى موسى باش يختار 70 واحد من قوم موسى، الخيرة ديال قوم موسى، يختارهم باش يمشيوا لعند الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، يمشيوا لعنده سبحانه وتعالى لميقات. وهذا الميقات المكان دياله هو طور سيناء، المكان اللي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، باش يعتذروا لله عز وجل، يعتذروا لله على الغلط اللي داروا حينما عبدوا العجل. لأن موسى مرة ذهب إلى مخاطبة ربه عز وجل سبحانه وتعالى، موسى كلم الله سبحانه، فعبد بنو إسرائيل العجل من بعده، العجل الذي صنعه لهم السامري من حليهم، فحينما تابوا تاب الله عليه، ولكن قال لهم يجيوا 70 واحد باش يعلنوا التوبة ديالهم نيابة عن كل بني إسرائيل. وموسى اختار 70 واحد من الصالحين، خيرت بني إسرائيل باش يمشيوا يعلنوا التوبة، فذهبوا فعلا. فلما كانوا بجانب الجبل، جنب الجبل وموسى معهم، وسيسمع موسى كلام الله حينئذ، اش قالوا له؟ قالوا له حتى احنا بغينا نسمعوا كما كتسمع. فأسمعهم الله عز وجل كلامه في تلك اللحظة سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك بغوا يفوتوا موسى له، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، غينا نشوفوه بعينينا. هو موسى عليه السلام لم يتح له أن يرى الله عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، وهما بغوا يفوتوا موسى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذو صلحاء بني إسرائيل، فما بالك بطلحائهم. إذن السؤال كان في غاية السوء، أدع لنا ربك. الله عز وجل كيمحنهم كيما هما بغاو يمحنوا موسى، وهذه قاعدة استنبطها علماء الإسلام بعد من تشريع الإسلامي، مفادها المعاملة بنقيض المقصود، المعاملة بنقيض المقصود، داك الشيء اللي قصدوه هما من السوء ربي كيعاملهم بالعكس ديالو. ولذلك في التشريع ديالنا الإسلامي، من قتل مورثه حرم الإرث، إلا شي واحد قتل والعياذ بالله داك اللي غادي يورث منه، أول حاجة بعدا قبل ما يطبقوا عليه الحد أنهم كيحرموه من الورث، ما كيورثش، ومن بعد ما يطبقوا عليه الحد طبعا بما أنه هو ما ورثش، هذاك الشيء اللي خلى من أولاد غيكونوا محرومين أيضا من الورث ديال هذاك المورث الأول، لأن باهم ما ورثش أصلا، لأنه حرم من الإرث. علاش؟ لأنه إنما قاتلوا من أجل الإرث، فيحرم من الإرث أولا، المعاملة بنقيض المقصود. فبما أنهم بغوا يمحنوا موسى، ربي تعالى قال لهم أنا غادي نمحنكم سبحانه وتعالى، وذلك بأن أمر موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون. إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ما هي شرفة، ما هي صغيرة، وسط، عوان بين ذلك، وسط، وأصعب الأشياء الوسط، ساهل تلقى البقرة الكبيرة وساهل تلقى العجلة الصغيرة، والوسط صعيب دائما، فين ما بغيت الوسط كتوحل معه، واش فعلا هذا وسط ولا دايزة شوية البقرة أو دايزة شوية العجلة، وسط، عوان بين ذلك. وجاء تهديد فافعلوا ما تمارون، طبق، راما غادي تزيد غير تصعب. ومع ذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فجاء التشديد أشد مما سبق، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. شكون اللي عمرو شاف بقرة صفراء؟ البقرة الحمراء، البقرة السوداء، البقرة البيضاء، الملونة بالأبيض والأسود أو بالأبيض والأحمر، كثير. ولكن هذه الصفراء ماشي يعني كتشبه الصفورية، لا، صفراء وبشرط. ما هو الشرط؟ فاقع لونها، يعني ناصحة كتشعل بالصفورية. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني بدك اللون الفاقع الفاتح الجميل إذا نظر إليها الرائي يتعجب، يا لها من بقرة، يا له من جمال وحسن خلق لله الواحد القهار. وكتزيد تعقد لهم الأمور، أين هي البقرة الصفراء؟ تم فهموا بأن راه كتجي غير فيهم، وبأنهم القتيل راه طايح، ويتهددهم أن يقتل منهم الكثير، لأن لمحلوش المعضلة الحياني، يعني القبيلة بجوج،
ديول بني إسرائيل سيتقاتلان وتقع حرب ضروس ويقتل بعد ذلك ما شاء الله من القتلى ويقع ما يقع من الجرح. فافكروا القول القضية ما هي شي اللي بيه، اللهم يخضعوا، لأن من البداية هم مكبرين هزين الرأس على موسى. فسألوا بعد ذلك السؤال الأخير، وجاء سؤالا فيه استكبار وأدب، يعني بغوا يتأدبوا ولكن مع شوية الكبر، بل مع كثير من الكبر. والكبر في قولهم حكاية كما قال الله عز وجل، قالوا ادعوا لنا ربك، بقين يقولوا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. رجعوا للسؤال الأول، إن البقرة تشابه علينا، دخنا ما بقينا عارفين هذه البقرة فينا هي. إن البقرة تشابه علينا، صيغة ديال الخضوع العبادة الوحيدة اللي قالوا هي هذه، وإنا إن شاء الله لمهتدون. زعما العفو، راهنا بغينا فعلا ندبحوا هذه البقرة دابا غير فكنا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. تما جا الجواب من رب العالمين حينما خضعوا، مع أنهم ما خضعوش الخضوع التام الكامل لله الواحد القهار. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، بقرة واعرة كتضرب كتنطح كتركل، لا ذلول ماشي سهلة، تثير الأرض ولا تسقي الحرف، يعني كتجري وتنقز وتنوض الغبرة وما تخدمش، ماشي ديك البقرة اللي يجبدوا بها الماء من البير، ولا تسقي الحرف، مسلمة لا شية فيها، ما طير لها القرن، ما مقطوع لها الودن، ما عورة، ما بيها والو، فصحة صحيحة، ولكن راها بقرة ما صالحاش لكم الدنيا، فاللهم خليوها تصلح لكم العبادة، لأن ذبحها كان تقربا إلى الله عبادة. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. هذا بعجبهم الحال، لقوا بقرة ما صالحاش، قالوا ليه لا نجئت بالحق، يعني الآن دابا عاد قلتي الحق، زعما من قبيلة هو يكذب عليهم، دابا عاد قال الحق. شو سؤال بني إسرائيل كيف داير، والعياذ بالله. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. دابا ربي تعالى يحكي السبب ديال القصة، إذ تفيد الظرف في الماضي، هادشي كله علاش؟ محيط قتلتو واحد النفس واختلفتم فيها، فادارأتم تخاصمتو واختلفتو بغيتو تقاتلو، فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. اللي مخبع شي حاجة ربي يخرجها منه. فقلنا اضربوه ببعضها، لقوا البقرة عند يتيمين كما قال المفسرون أو بعضهم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ربي تعالى من ذبحها قال له هزوا طرف من البقرة وضربوا هذاك الميت، هزوا طرف من البقرة ضربوا هذاك المقتول وتقعد. فأحياه الله وقال قتلني هذا، وأشار إلى ابن عمه، قتلوا ولد عمه، ثم مات، يعني قال الكلام ديالو أدى الشهادة ديالو فرجع إلى موته. ولذلك قال عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، وراهم ربي تعالى الشيء اللي كيجحدوا به أنه يحيي الموتى، ورأوا ذلك بأعينه، وعجبا عجبا لمن يرى مثل هذا ثم لا يكون بعد ذلك خاشعا خاضعا لله الواحد القهار، بل يزداد تعنتا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي الأدلة القاطعة لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة. وفعلا وإنها لكذلك إلى يوم القيامة، أقسى قلوب البشر قلوب اليهود، وهذا نراه يوميا الآن، وقد رؤي في كل مكان وفي كل زمان وجد فيه يهود، وكذلك إلى يوم القيامة، لأن غضب الله عز وجل تعلق بهم إلى يوم القيامة بنص القرآن الكريم. الشاهد إذن في هذا الأمر كله أن هذه الأسئلة سيئة الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم أربى الأمة الإسلامية حتى لا تقع فيها مرة أخرى، وهذه حكمة من حكم حكايتها في القرآن. ربي تعالى يحكي لنا هذا الشيء مش غير يقولنا اليهود كيفاش كانوا باش ما نكونوش حنا بحاله. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أن هذه الأمة ستتأثر باليهود والنصارى وستتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى أنه غادي يوقع لنا مرض، وهذا المرض هو تقليد اليهود وتقليد النصارى، ونبقوا نتبعوهم داك الشيء اللي داروا نديروا. إنما الله عز وجل رحم هذه الأمة فلم يجعل هذا الخطأ الشنيع طبيعة في هذه الأمة، يعني تقليد اليهود والنصارى ما جعلوش ربي طبيعة في هذه الأمة،
جعلوا أخطاء يمكن تكون في واحد الفئة قليلة من الناس أو تكون في فئة كثيرة، ولكن لواحد الزمن معين وكيعاود ربي يجدد الأمة الإسلامية ويجي عاود جيل صالح مجاهد مؤمن، لأن الله تعالى حكم للأمة بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا حكم ثابت لهذه الأمة من الله إلى يوم القيامة، واتباع بني إسرائيل يعني قضايا جزئية. من مثل ذلك ما وقع للصحابة أنفسهم، غير باش الإنسان يتربى بهذا الشيء ويرد باله في الطريق دياله إلى الله عز وجل، في طريقه إلى الله انتبه أنه ما يوقعش في الأخطاء ديال اليهود والنصارى، لأنها أخطاء شنيعة من أسوأ الأخطاء، لأن فيها قلة الأدب مع الله عز وجل، وسوء الأدب مع الله هو أبشع الأخطاء اللي يمكن يديرها الإنسان. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ديالهم لغزوة من الغزوات، ودازوا على واحد القبيلة ديال العرب جهال كفار، ودايرين واحد الشجرة عندهم واحد السدرة اللي تولد النبق، سدرة كيعبدوها، والطريقة ديال العبادة ديالهم كما كيديروا كثير من الجهال في هذا الزمن، الأضريحة والأحجار وبعض الأوثان الحديثة يعلقوا عليها الخيوط والحروزة. فكانت هذه الشجرة هذه السدرة يعلق عليها العرب أنواطا، يعني خيوط، كل واحد يجي تبرك ويدير واحد الخيط، هذا يدير خيط خضر، هذا يدير خيط حمر، هذا يديرو من الحرير، هذا يديرو من الشراوط إلى آخره، وكل واحدة كيفاش ديرو. فكانت هذه الخيوط هي الأنواط، وكانت العرب تسمي هذه السدرة ذات أنواط، يسميوها ذات أنواط، اللي واحد في حاجة كيمشي يطلب ذات أنواط. وسنن يعبد من دون الله الواحد الأحد. بعض الصحابة عجبتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، دير لي حتى احنا واحد الشجيرة بحال هادي نبداو نعلقوا عليها الخيوط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم بأن هذا الشرك الأكبر، وما ينبغي لمؤمن وحد الله أن يشرك به بعد ذلك. كيف يشرك المؤمن بالله وقد وحد الله الواحد الأحد الفرد الصمد؟ والتوحيد أعلى نعمة في الدين، أعلى نعمة في هذا الإسلام هو التوحيد، وذلك ما وقع لبني إسرائيل قبله. كانوا غاديين مع موسى عليه السلام وشافوا واحد القبائل يعبدوا أحجار، وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نفس الكلام ونفس الطلب الذي طلبته بنو إسرائيل هو عينه بالذات بصيغة أخرى طلبه بعض المسلمين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فلأن لله سننا في الإنسان، الإنسان عنده واحد الأمور ربي تعالى متبت عليها، أخطاء تتكرر، ولكن من رحمت الله بهذه الأمة أنها سريعة الأمر بالمعروف، سريعة النهي عن المنكر، تغير من ذاتها بذاتها في ذاتها ما يصلح لها مع ربها، هذه نعمة. أما بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذه مصيبتهم، ونرجو ألا تقع بيننا هذه المصيبة، ألا نتناهى عن منكر يفعله بعضنا نعوذ بالله من المنكر. فإذا قصة البقرة تكررت في هذه الأمة، لما جاء هذيك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أين ناقتي، والأخر يقول له من أبي. سبحان الله، ما كان ينبغي للمؤمن أن يسأل مثل هذا. فجاءت إذن هذه القصة تربي الإنسان كيف يسأل ربه وعما يسأل ربه، ومن السؤال السيء أن يسأل الإنسان عما ليس تحته عمل، يعني أمور ما غاديش تصلح تطبق، ما يمكن لك تدير بها لا الحسنة ولا السيئة، ما صلحاش للتطبيق، أش تسول عليها تدير بها؟ هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. ومن ذلك سؤال بعض الصحابة وبعض الناس إلى اليوم النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة وقاش تقوم القيامة. جاء بعضهم وقال يا رسول الله متى الساعة، فحينما كان يسأل عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا إما أنه كان يجيب بالإنكار على السائل بأن ينبهه إلى العمل، كما قال لبعضهم وماذا أعددت لها، قال له واحد متى الساعة، قال له واش وجدت لها، كاين شي حسنات، أهربت من السيئات، سول على هذا الشيء. وواحد المرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة من لدن قبيلة من القبائل جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه القبيلة فيها الناس كبار وفيها الناس صغار، قالوا ليه متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاف هو عليه الصلاة والسلام في واحد دري صغير معه، قال لهم من اللي كبر هذا ويولي قدكم انتم تكونوا متوا. فأجابهم بعبرة، يعني أنه يسول على ساعته هو، يعني المقصود أن الإنسان يشوف في الزمان دياله وفي العمر دياله راه كيمشي
حتى يجتهد في العمل، وأعطاه دليل يخلعه، يعني يوقع له ترهيبا وإنذارا، وهو أن الجيل الصغير ديما سنة الله في الخلق كينسخ الجيل الكبير، وهذا قلناه في الحصة السابقة. الأجيال ينسخ بعضها بعضا كأوراق الشجر، الأوراق الخضراء تدفع الأوراق الصفراء إلى السقوط، ثم تصفر الخضراء بعد حينما توذن أوراق أخرى وهي ما زالت براعين للتفتق. غير تفتقت معنى ذلك أن الأوراق التي سبقت انتهى أمرها، وهكذا طبيعة الناس، بل هذه سنة الله في الخلق. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الوفد من الناس سنة من سنن الله في الخلق. أما عن توقيت الساعة الكبرى فهذا ما لا ينبغي لمؤمن أن يسأل عنه، لأنه لن يعمله ولأنه لا ينبني عليه عمل، وذلك منطوق القرآن في أكثر من آية، كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل لا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها. من سوء الأدب مثلا أن يسأل الإنسان عن كلب أهل الكهف كما يسأل عنه بعضه، تلقى بعض الناس بل ألفوا فيه وكتبوا كلب أهل الكهف واش كان ذكر أو أنثى وإلى آخره. ماذا يفيدك في الحرام والحلال؟ يسألون عن موسى، المرأة التي تزوجها ابنة الرجل الصالح، هل هي الكبرى أم الصغرى؟ ومن بعد ها أنت علمت الكبرى أم الصغرى، ماذا يفيدك ذلك في العمل؟ فكل علم، هذه قاعدة خرجها علماء أصول الفقه في الإسلام، كل علم ليس تحته عمل فهو باطل، يعني لا يصلح لك لا في الدين ولا في الدنيا. ومن سوء الأدب في السؤال في أمور الدين، إنما يسأل الإنسان عما يتعلق به الحلال والحرام، عما يعينه في طريقه إلى الله عز وجل. هذا جانب من الأمر متعلق بأدب السؤال. أما بعد ذلك وقبل ذلك أيضا، حينما تريد أن تسأل دير نية أو تريد أن تبحث، إن حتى البحث في الدين سؤال، ماشي بالضرورة تمشي عند الفقيه تسوله، ممكن تقرأ الكتاب. دير نية عند قراءة كتب الدين وعند سؤال علماء الدين وعند البحث في الدين نية تكون قبل السؤال وبعد ما تلقى الجواب عن السؤال، وهذه النية هي السمع والطاعة لله رب العالمين. تسأل وأنت تنوي أن تسمع من الله وتطيع أمره، هذه نية ينبغي أن تبيت قبل السؤال وأن تقع عند الجواب عن السؤال. لأن اليهود قالوا سمعنا وعصينا، هكا قالوا بنص القرآن الكريم، وقالوا سمعنا وعصينا، والعياذ بالله الله عز وجل غاضب عليهم بسبب ما عبدوا من العجل قبل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني ديك المدة اللي عبدوا فيها العجل قال بعضهم أسبوعا أو ثمانية أيام، وهي التي ظن بنو إسرائيل أنهم سيعاقبون عنها، يعني عندهم واحد الخرافة في الدين ديالهم إلا الآن ما زالوا يعتقدون بها، وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون بها، بأنهم يقولون افتراء على الله عز وجل بأنهم كلهم غادي يدخلوا للجنة، ما كاينش يهودي اللي يدخل للنار، ولكن جميع اليهود يدوزوا واحد 8 أيام في جهنم. قالوا هذه 8 أيام هذه هي المدة اللي عبدوا جدودهم في هذاك العجل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، غير سيمانة، جهلا وافتراء على الله عز وجل. ولذلك هم يطغون في الأرض فعلا، كيقولوا ما يعني جهنم داخل لا داخل لا، وخارج منها خارج منها غادي الجنة، يديرها حمراء جمراء ما كيهموش. ولذلك فأكثر جرائمهم هم على غير بني إسرائيل، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، كيقصدوا غير اليهود، غير اليهود يعني قتلوا خدعوا دير له اللي بغيت، راه ربي ما يحاسبوش على هذاك الشيء، وهذا افتراء لعنهم الله، افتراء على الله عز وجل. إذن المشكلة ديال بني إسرائيل أنهم كيقولوا سمعنا وعصينا، لأنهم ضمنوا النار وضمنوا الجنة بعد ذلك، فيسمعون ويعصون ربهم. أشد التمرد أن يتمرد العبد على مولاه، إذن لن يلقى إلا الحرب من سيده، ولن يلقى إلا الغضب من مولاه، وذلك الغضب هو الذي نزل على بني إسرائيل، وباءوا بغضب من الله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضبه ومن نقمته، ونسأله رضاه والسلامة والعافية. الصحابة وقع لهم مثل ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنقذهم، والنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحيم بهذه الأمة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، كان ينبه في اللحظة الحاسمة كما وقع في ذات أنواط، ولم يحصل أن الصحابة فعلا عبدوا وسنا بعدما جاءتهم الهداية ولله الحمد.
مرة نزل من القرآن أواخر سورة البقرة، وذلك قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الشاهد، هذه صعيبة، عرفتوا المعنى ديال هذا الكلام؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني داك الشيء اللي يضرك في بالك إلا خرجته تحاسب عليه، ما خرجتوش تحاسب عليه. صعيب جدا. من يستطيع أن يتحكم في وساوسه؟ من يستطيع أن يتحكم في هواجسه؟ لا أحد يستطيع إطلاقا. ما كاينش شي واحد على وجه الأرض اللي يقول أنا داك الشيء اللي يضر لي في بالي 100% ما يكون إلا الخير، الشر كاع ما يجيني للبال إطلاقا. كلنا بنادم يلقي له الشيطان مرة فكرة خطرة ديال شي حاجة خيبة، ولكن المؤمن غير كتجيه الحاجة الخيبة الخطرة من خطرة إبليس ووساوسه يقول عاد بلا مشطر رجيم. فكثير من الأحيان كتجينا الفكرة ديال دير سيئة، ولكن المؤمن إلى كرم ربي كيقول عاد بالله من الشيطان الرجيم ويتراجع عن فعل السيئة. وتبت في الحديث النبوي الشريف أن المؤمن إذا نوى أن يعمل السيئة لا يكتبها الله عز وجل حتى يعملها، فإذا لم يعملها غير نوى يدير السيئة عاد قال الله ينعل الشيطان، يكتب الله له بتلك النية حسنة. أما إن نوى أن يفعل الحسنة فيكتب الله بالنية للعبد قبل الفعل حسنة، فإن فعلها جعلها له 10 حسنات، ما كتبقاش غير حسنة وحدة هذه الساعة. فلما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو، إلى بينت اللي في خاطرك يحسبك به الله، وإلى ما بينتش اللي في خاطرك يحسبك به الله، وحلو الصحابة فازعوا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الخيارة لله حينئذ، يعذب من أراد أن يعذبه لأنه نوى، بل قبل النية خاطر له، لأنه النية والخطرة مختلفين. الخطرة تخطر بالبال، غير كيجيك البال الشر، غير كيجيك البال انت غادي ما كتعرفو منين جاك. النية ملي تبدا تخطط ليه، هذيك نية ملي تبدا تخطط للشر عندك النية ديال الشر قبل ما تخطط له، ولكن كيجيك البال تسمى الخطرة من خطرات إبليس وسواس. فإذا كل ذلك يدخل في قوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، أي حاجة في نفسك وفي النفس تكون النية وتكون الخطرة، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال والله على كل شيء قدير. زعما ما يجيبلكش البذره غير دوز في خاطرك طق بحال البرقره ما ساق لها حد الخبر، لا، الملائكه ما يسيقولهاش الخبر، ولكن الله تعالى ساق لها الخبر وسجلها عنده سبحانه وتعالى. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فالصحابة وحلو وجاوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيشكيوا، كيف يا رسول الله يحاسبنا ربنا بخواطر أنفسنا؟ إذن نهلكوا يا رسول الله، مشينا ما بقى حد دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم نبههم وقال عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا. مع من كتهضروا انتم؟ ما رب العالمين هذا، ردوا البال، لا يسحب لك هذا البشر بغي تناضوا أو النقبة، إنما هذا الله عز وجل رب الكون، تأدبوا في سؤالكم، قولوا سمعنا وأطعنا. أش جاهل بنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بنو إسرائيل، دعوا لنا ربك، دعوا لنا ربك، جاءوا تهم بغوا يحتجوا ويطلبوا التخفيف، لا، قولوا سمعنا وأطعنا. هذه الأولى، بعد عاد تطلب أول شيء الخضوع والطاعة لله، ما كلف ذاك الشيء اللي أعطاك ربي من التكليف، قول أولا سمعنا وأطعنا واطلب الله السلامة بعد ذلك، والله عز وجل ما غاديش يكلفك فوق الطاقة. لأن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فالصحابة كانوا مؤدبين مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم وكيقتديوا به، لأنه هو اللي كيعلمهم كيفاش يتأدبوا مع رب العالمين. قالوا الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا. فحينئذ نزل التخفيف، وهو تتمة ما جاء بعد من قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثبتها الله عز وجل في القرآن الكريم، وأنزل عليهم التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تخافوش، ربي تعالى ما يكلفكمش فوق الطاقة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني حتى الدرهم
لها ما كسبت، اللي كسبتها من عمل الخير فهي لك حسنات، وعليها عليك ضدك ضدك ما اكتسبت. فالكسب عمل الخير والاكتساب عمل الشر، تديرو راه الشر بعيد عليك، تنويه ما كاين باس، تمشي تجيبو حصل الباس فعلا هنالك الباس، وعليها ما اكتسبت حتى ديرها. فنزل تخفيف وهو تخفيف الرحيم، لطيف من لدن رحيم بهذه الأمة، رحيم بالناس سبحانه وتعالى. كل ذلك إذن بني على هذا المعنى العجيب الجميل في الدين، وهو سمعنا وأطعنا. أفضل ما قال الناس من العباد أن يقول العبد سمعنا وأطعنا، أن يخضع لله قبل السؤال وأن يخضع لله بعد السؤال، فإذا حصل منه هذا فلا يكون في طريقه إلا مسددا ومؤيدا ومرشدا من الله العلي الحكيم سبحانه وتعالى. عمر العبد اللي غادي بهذه النية وبهذا الطريق ما يحصل في طريق ديال العبادة بإذن الله عز وجل، عمرها ما توقع له المشكلة، لأن الله عز وجل مهما تتعقد وتنغلق السبل أمام العبد إن كان مطيعا. الشرط الواحد هو الطاعة. ما معنى الطاعة؟ هو يعني خاضع لله، خاضع قلبه وخاضع بالعمل دياله. سمعنا وأطعنا، ربي تعالى يفتح عليه الطريق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لأن التقوى حقيقة إنما هي تبييت الطاعة وعمل الطاعة، هذا التقوى. لأنك تحضر ربك وكتضرب الحساب المقام الرب العظيم، ضرب الحساب المقدار القدر ديال الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. تلك أمة بني إسرائيل، أما المؤمنون أما الصالحون من هذه الأمة فهم قد قدروا لله قدره الجليل العظيم. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يعني تقدير لجلال الله ولعظمته سبحانه وتعالى. هذا التقدير يجعل العبد في مقام الطاعة، في مقام الأدب. راه العبادة معنى، معنى خصو يحصل في الذهن ديال الإنسان وفي القلب ديال الإنسان. فإذا حصل هذا المعنى فكل فعل يتنزل عليه يكون طاعة، والطاعة مقبولة عند الله عز وجل. يعني لما يحصل في القلب ديالك هذاك المعنى ديال أنك أنت باغي تعبد الله، باغي الخضوع، باغي الخشوع، باغي الرضا ديال مولاك الكريم، فأي عمل بعد ذلك يكون صوابا ويكون موافقا لأمر الله ونهيه وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تنزل على هذا المعنى. عرف باللي راه هذاك المعنى سيكون طاعة حقيقية لله الواحد القهار، لأن هذاك الفعل وقع على قلب خاضع خاشع قال سمعنا وأطعنا، يعني هذا القلب قال سمعنا وأطعنا. فإذا كل هذا استفدناه من قصة البقرة الموجودة في سورة البقرة. ولنرجع إلى ما بدأنا الكلام به، باش بدينا الكلام؟ بدينا الكلام بأنه هذه القصة صغيرة في الآيات التي ذكرت، والصورة كبيرة. هذه الصورة تضمنت شطرين عظيمين هما الإسلام كله. الشطر الأول العقيدة، والشطر الثاني الشريعة. الشطر الأول كله تقريبا في الحديث عن الخلافات العقدية التي كانت بين اليهود وبين النصارى، وما خالف فيه اليهود النصارى، وما خالف فيه النصارى اليهود، وما خالفت الفرقتان أو الديانتان كلتاهما فيه الإسلام، وتبيان حقيقة الإسلام في حقيقة التوحيد وعبادة الله الواحد القهار، توحيدا له سبحانه في ربوبيته وألوهيته وكمال صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. تقريبا الشطر الأول كله من سورة البقرة غادي في هذا السياق، بكل القصص التي وقعت وبكل الآيات التي نزلت. ثم بعد ذلك جاء شطر ثاني من هذه الصورة يتحدث عن التشريع فيما يتعلق بالحلال والحرام في أغلب الأمور اللي جات في النصف الثاني من سورة البقرة، كتتعلق بهذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا ماشي واجب، وهكذا تشريع. كل ذلك لا يقع من العبد موقع الطاعة إلا إذا كان على نية سمعنا وأطعنا. فانبه على بني إسرائيل قبله أنهم لم يقولوا سمعنا وأطعنا، بل قالوا سمعنا وعصينا. وتذكرت بزاف ديال القصص ديالهم والجدالات مع موسى عليه السلام، وكذلك ضلالات النصارى. ثم جاء بعد التشريع المفصل في الأمر مما يتعلق بالحلال والحرام من أمور الزواج والطلاق والرضاع وأمور البيع والشراء والعقود والديون وغير ذلك، والجهاد والحج ورمضان من الصوم. كل هذا الشيء تذكر وفصل تفصيلا عجيبا في سورة البقرة. فعلا سورة البقرة يعني تعطي لصاحبها إمارة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء من القبائل العربية كيبيع النبي صلى الله عليه وسلم كان كيقلب
على أقرأ الناس للقرآن يجعلوا أمير على ذيك القبيلة لأنه عالم. واحد صحابي واحد المرة جاء لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمعك شيء من القرآن؟ قال له إيه. قال له بحالش؟ قال له معي سورة البقرة وكذا وكذا. ذكر له البقرة وذكر له صور أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مداش في هذه الصور الأخرى. جاوبوا بسؤال قال له أمعك سورة البقرة؟ قال له نعم. قال له اذهب فأنت أميره. سورة البقرة تكفي المؤمن، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لأنها جامعة مانعة، لأنها سورة مبنية على سمعنا وأطعنا. فاللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول سمعنا وعصينا، اللهم إنا نعوذ بك من العصيان، اللهم إنا نعوذ بك من العصيان والمعصية، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين.